يدفع الأطفال النازحون من سوريا فاتورة الصراع فيها، هم أكثر الخاسرين، خسروا أهلهم، منازلهم، والآن يدفعون ثمن فاتورة الحرب من مستقبلهم وتعليمهم. يشارك لبنان مع هؤلاء الصغار في دفع الفاتورة، ففي شهر أيار الماضي أطلقت وزارة التربية خطة لثلاث سنوات لتأمين التعليم لجميع الأطفال في لبنان ريس، بمن فيهم الأطفال النازحون من سوريا، وكلفتها 600 مليون دولار أمريكي. تم جمع 100 مليون دولار من المبلغ حتى الآن بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف، ما يسمح باستيعاب عدد من الأطفال في المدارس ما بعد وقبل الظهر، ويبقى الكثير بلا مقاعد دراسة. اليوم عندنا تقريباً 390 ألف طفل سوري بسن الدراسة. لحديث اليوم في إحصاءات أولية صادرة عن وزارة التربية بتدل أنه في تقريباً 37 ألف طفل تسجلوا بالصفوف قبل الظهر بالمدارس قبل الظهر، و57 ألف تقريباً مسجلين بالمدارس بعد الظهر، من ضمنهم 51 ألف تسجلوا و7 ألف أو 6 ألف بانتظار أنهم يتسجلوا بالمدارس بعد الظهر. تقريباً 100 ألف طالب بالمدرسة، 290 ألف طالب اللي برات مقاعد الدراسة، ليش الخطة يعني ما بتأمن لهم أنهم يقدروا يفوتوا على المدارس؟ اليوم كلفة التلميذ الواحد بالمدارس الرسمية بعد الظهر هي تقريباً 600 دولار، هي كلفة مرتفعة جداً، بدون تمويل كافي ما بنقدر نحن نفتح صفوف بعدد أكبر من المدارس، طبعاً بالتنسيق مع الوزارة. يدق الجرس ومعه يدق جرس الإنذار. سادس ضعنا مسنجات، يلا. خامس. في الدوام المسائي في مدرسة برج حمود الثانية الرسمية يتدفق الطلاب السوريون، هم من الذين نعموا بمقعد دراسي، لكن التأقلم مع المنهج التربوي اللبناني وتحديداً مع اللغات الأجنبية موضوع آخر. بأي صف كنت أنت هونيك؟ درست الثالث والرابع وجيت لهون درست كمان عدت الثالث والرابع على الخامس. تلف شيء عليك اللي كنت تتعلمه بسوريا باللي عم تتعلمه هلأ؟ شوي صغير بس بالإنجليزي، لأنه نزلته بس إنجليزي شوي صعب. هونيك بسوريا الإنجليش مش كتير قوي، هوني أقوى الإنجليش. شو بتتعلم هون غير ما تعلمته بسوريا؟ في هذا بنتعلم الإنجليزي ما كنا نتعلم كتير، سوانا تعلمنا أكتر. صرت بتعرف تحكي إنجليزي؟ كتير. شو بتعرفي تقول لي شي بالانجليزي؟ ماي نيم از محمد. سجل بالمدرسه بدوام بعد الظهر 642 تلميذ سوري من الساعه 2 للساعه 6 وربع حسب قرار الوزير، سوريين فقط لا غير، موزعين تقريبا على 25 شعبه. تفاوت بالاعمار هي مشكله كبيره، يعني ولد خلقان 2006 او 2005 اول مره بفوت على المدرسه، بالوقت يلي بده يكون مع تلاميذ عمرهم 6 سنين. مشكلة اللغة، مشكلة اللغة الإنجليزية منا واردة، يعني ما بيعرفوا نهائياً إلا القليل. مدام هلأ إحنا بأي صف؟ الصف الرابع. إيه هلأ عم عاملين إملاء لتنيناتهم. إيه عم بعملهم إملاء كتاب صف الثاني. الثاني إيه؟ على المنهج اللبناني. أكيد إيه على المنهج اللبناني. معلماتنا تقرأوا. شو كاتب أنت هلأ؟ جزيرة الملونة. أنا أجلس في جزيرة. حتى هلأ الكتب بعد ما تأمنوا أنه يلي عرفته المركز التربوي بصدد طبع الكتب المدرسية، يعني الكتب اللي انطبعت توزعت سابقاً. نحن منحاول الدروس هلأ من كتاب المعلم، الكتب المتوفرة عنا بالمدرسة، المعلمين بأمنوا دروس منصور عند الحاجة، إلى أن القرطاسية كمان بعد ما تأمنت لنشوف الإلية اللي بدها تأمن فيها القرطاسية، إما هن التلاميذ أو المدرسة بدها تأمنون، كمان الإلية بعدها مش واضحة جداً.